السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بمرجع الواضح في النشاط العلمي للسنة الأولى من التعليم الابتدائي، الحصة الثالثة والحصة الرابعة. إذا عنوان الحصة الثالثة: هل صحيح أن صحتي في غذائي؟ إذا لنبدأ مع الحصة الثالثة. إذا سنتعرف أهمية التغذية المتوازنة والكافية عند الإنسان. إذا لاحظوا معي وضعية الانطلاق، لدينا ثلاث صور مختلفة. إذا الصورة الأولى لطفل يعاني من النحافة، والصورة الثانية لطفل يبدو في صحة جيدة، والصورة الثالثة لطفل يعاني من السمنة، يعني يفرط في تناول الوجبات السكرية الحلويات إلى غير ذلك، بينما الطفل الأول إذا فهو يعني يأكل فقط يعني أكل يعني غير صحي ولا يلبي حاجيته اليومية، بينما الصورة يعني في الوسط لطفل يعني يوازن غذاءه ويتناول يعني غذاء متوازن. إذا أتساءل كيف يجب أن تكون أغذيتي؟ إذا كجواب عن هذا السؤال، يجب أن تكون أغذيتي صحية ومتوازنة. يجب أن تكون أغذيتي صحية ومتوازنة. إذا ما سأقوم به؟ إذا بحث وثائقي حول مكونات وجبة تناولها الطفل الأول، إذا الطفل الذي يعاني من النحافة، والطفل الثاني لمدة طويلة. إذا فالطفل الأول الذي يعاني من النحافة فهو يعتمد في أكله على الحلويات والكعك والبطاطس المقلية، يعني أغذية غير صحية، بينما وجبة الطفل الثاني إذا وجبة الطفل الثاني إذا فهو يتناول الخضار والفواكه، اللحوم والبيض، الحليب ومشتقاته. إذا لاحظوا معي، إذا فتغذية الطفل الثاني هي تغذية متوازنة، بينما وجبة الطفل الأول فهي وجبات غير متوازنة تعتمد أساسا على الحلويات ويعني الدهنيات. أقارن الأغذية لكل من الطفلين. إذا وجبات الطفل الثاني فهي كما قلت وجبات متوازنة وصحية. أكتب حرف البطاقة في المكان المناسب تحت الجدول لكي أبين نتيجة كل وجبة. إذا نمو عادي وصحة جيدة، إذا يجب أن يقابل وجبة الطفل الثاني. إذا ألف نمو عادي وصحة جيدة، هنا سيكون نتيجة تناول الوجبات الصحية والمتوازنة. باء نمو غير عادي وتعرض الجسم للأمراض، إذا هنا يجب أن نكتب باء لأن نتيجة هذه الأغذية هو النمو غير العادي والإصابة بالأمراض. إذا استنتاج هذا الدرس، إذا أتناول وجبات صحية لأحافظ على صحة جسمي. إذا أتناول وجبات صحية لأحافظ على صحة جسمي. إذا أستخلص: لأكون في صحة جيدة علي أن أتناول أغذية متنوعة وكافية. نعم، يجب أن تكون من حيث الكمية كافية وأن تكون متنوعة، يعني ننوع بين الخضر والفواكه واللحوم والبيض والحليب ومشتقاته إلى آخره. إذا الآن نمر إلى نشاط أعبئ تعلماتي. أضع علامة في تحت الوجبة التي تنتج عنها السمنة مع مرور الوقت. إذا اللحم والخضر والفواكه والخبز والماء عبارة عن وجبات وأغذية صحية ومتنوعة. البطاطس، العجائن، الحلويات، الخبز، اللحم، البيض، إذا عبارة عن يعني أغذية يغلب عليها يعني يعني المعجنات، ويغلب عليها النشويات، و
يعني الحلويات إذن فهي سينتج عنها يعني بعد مرور يعني وقت سينتج عنها الإصابة بمرض السمنة لوبيزيتي. إذا نمر الآن إلى الحصة الرابعة، لماذا لا أكتفي بوجبة غذائية واحدة في اليوم؟ إذا سنجيب عن هذا السؤال، لماذا يجب علينا أن نتناول 3 وجبات غذائية رئيسية؟ لاحظوا معي وضعية الانطلاق، أنا لا أتناول وجبة الفطور وأكتفي ببعض اللمجات، أنا أتناول 3 وجبات غذائية، أنا لا أتناول وجبة العشاء متأخرا. إذا لاحظوا معي لدينا 3 حالات، إذا لماذا لا يتناول هذا الطفل وجبة الفطور؟ ولماذا تتناول هذه الطفلة 3 وجبات غذائية؟ ولماذا لا يتناول هذا الطفل وجبة العشاء متأخرا؟ إذا ما هو عدد الوجبات الغذائية التي يحتاجها جسمي في اليوم لكي أكون بصحة جيدة؟ إذا عدد الوجبات الغذائية هو 3 وجبات رئيسية. إذا عدد الوجبات الغذائية هي 3 وجبات رئيسية. إذن 3 وجبات رئيسية إذن يجب أن نتناولها في اليوم الواحد. إذن ما سأقوم به؟ إذا الاستفادة من رأي مختص في التغذية. إذا السؤال المطروح، كيف تكون التغذية السليمة؟ إذا يجيب هذا المختص في التغذية، يجب تناول 3 وجبات يومية وهي إذا الفطور الغداء والعشاء، يجب تفادي الإكثار من الحلويات، يجب الإكثار من شرب الماء، ويجب عدم تأخير وجبة العشاء. إذا يعني هذا المختص في التغذية فهو يوضح بأنه علينا أن نتناول 3 وجبات رئيسية، ويجب أن نتجنب الإكثار من الحلويات لأنها تضر بالصحة، يجب علينا أن نكثر من شرب الماء، وعدم تأخير وجبة العشاء، يجب أن نتناول وجبة العشاء يعني بعد مثلا في حدود مثلا الساعة 8 مساء لكي تستريح المعدة، إذا ولكي لا نصاب بالسمنة نتيجة يعني تراكم الأغذية في المعدة و يعني تباطؤ عملية الهضم إلى غير ذلك. إذا هذه المعطيات ستتعرفون عليها يعني في السنوات المقبلة. إذا فبعد يعني عندما ينام الإنسان يعني تتباطأ يعني مجموعة من العمليات داخل جسم الإنسان، ومنها عملية الهضم، يعني مما يعني يطرح مجموعة من المشاكل الصحية، إذا وخصوصا الإصابة بالسمنة وتراكم الشحوم في الجسم. إذا ملاحظة، يجب أن لا تقتصر اللمجة على تناول الحلويات فقط، إذا فاللمجة يمكن أن تتضمن كذلك الفواكه، والفواكه تعتبر يعني كنز من الفيتامينات والمكونات الأساسية والمهمة للجسم، إذا فأفضل لمجة يمكن أن يتناولها طفل صغير هي الفواكه والخضر، إذا والابتعاد يعني قدر الإمكان عن الحلويات لأنها تضر بالصحة فقط. إذا خلاصة الدرس، لكي أحافظ على صحتي وعلى سلامة جسمي علي أن أنظم أوقات تناول وجباتي الغذائية الرئيسية 3. إذا ننظم هذه الوجبات. إذا نمر الآن إلى أعبئ تعلماتي، أضع علامة في أمام الجملة التي تبين السلوك الصحيح. أذهب إلى المدرسة دون تناول وجبة الفطور، خطأ. إذا يجب أن أتناول وجبة الفطور صباحا لكي يعني تمدني بالطاقة اللازمة لكي أدرس ويعني أشارك مع أستاذتي أو أستاذي في القسم، وأكون يعني في قمة النشاط والحيوية. بعد الفطور وفي طريقي إلى المدرسة، أشتري عدة حلويات سكرية لآكلها خلال الاستراحة. إذا كما قلت، يجب علينا أن نتجنب الحلويات لأنها يعني تضر بالصحة. تناول وجبة الفطور يوميا ضروري بالنسبة لي صحيح. إذا هذه هي الجملة التي تبين السلوك الصحيح. إذا فوجبة الفطور وجبة مهمة وضرورية، إذا ليس للطفل فقط بل لجميع يعني المراحل العمرية، لأنها يعني هي الوجبة التي تمد الجسم بالطاقة لكي يقوم بهذه الأنشطة. فكيف مثلا سيارة بدون وقود،
يعني كيف ستتحرك هذه السيارة؟ إذا لن تتحرك، لن تبرح مكانها، ستبقى متوقفة. إذا نفس الشيء بالنسبة للإنسان، إذا لم تمد الجسم بالطاقة، إذا لم تمد يعني إذا لم تستمد يعني أعضاء الجسم الطاقة من الوجبة الأساسية والرئيسية التي أعتبرها يعني وجبة أساسية جدا، وهي وجبة الفطور، إذا فلن تقوم بأنشطتك يعني على أكمل وجه. إذا لا تجد الطاقة أصلا لكي تقوم بهذه الأنشطة. إذا تناولوا وجبات الفطور يوميا أصدقائي صديقاتي، لأنها مهمة جدا. وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد مع الحصة الخامسة والسادسة من نفس المرجع على نفس القناة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.